اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال كلامنا حول ان مواريث الانبياء من العلم ومن الخصائص والخصوصيات هذه موجودة عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام بمعنى أنها وصلت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ومنه إلى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ومن بعده إلى الأئمة واحدا بعد الآخر حتى وصلت إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهي الآن بحوزته، وقد ذكرنا أن فائدة ميراث هذه الخصائص والخصوصيات هو التشريف أولاً وهذا وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لهم. وثانيا ان هذه الخصائص والخصوصيات والادوات او بعض هذه الادوات، الله سبحانه وتعالى جعلها وسيلة للولاية التكوينية. فاراد الرب عز وجل أن تكون هذه الولاية لرسوله محمد صلى الله عليه وآله ومن بعده الأئمة والأحاديث دلت على بعض هذه الأدوات والخصائص والخصوصيات من جملتها الحديث الذي نريد أن نتلوه في هذه الحلقة وهو قميص يوسف، الله سبحانه وتعالى جعل لقميص يوسف خاصية، وتلك الخاصية أو من تلك الخصائص والخصوصيات أن الله سبحانه وتعالى أعاد على يعقوب بصره بسبب ووسيله هذا القميص. وهنا مجموعه مطالب. المطلب الاول اصل هذا القميص. في هذا الحديث الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين ذلك ويذكر ان اصل هذا القميص كان من الجنه. وانما ارسله الله سبحانه وتعالى الى ابراهيم لما القوه في النار حينما كسر ابراهيم اصنام المشركين حيث قال: وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم. كان غرض ابراهيم من ذلك هو تبليغ دين الله سبحانه وتعالى لكي يرجعوا الى فطرتهم وليعلموا ان الذي يعجز عن حفظ نفسه من الفأس ويتحطم هذا لا يصلح لان يكون ربا او شريكا للرب ثم بعد ذلك انما استبقى كبيرهم حتى ايضا يرجعوا الى فطرتهم ويعلموا ان الذي لا يتمكن من فعل شيء هم يعلمون انه لا يتمكن من فعل شيء. هذا لا يصلح ان يكون ربا عندما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا استنكروا ذلك لانه يعلمون بفطرتهم ان هذا حجر لا يتمكن من فعل ذلك. وايضا أراد أن يرشدهم إلى فطرتهم أن الذي يعجز عن الكلام لا يصلح أن يكون ربًا أو شريكًا للرب، فالله سبحانه وتعالى لا شريك له. هذا الفعل فعله امتثالًا لأمر الله سبحانه وتعالى. والله ينصر رسله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني في الدنيا الله ينصر رسله، وفي الآخرة أيضا ينصرهم، طبعا كيفية نصر الله سبحانه وتعالى لرسله تختلف من رسول إلى رسول، ومن حالة إلى حالة، حينما أرادوا إلقاء إبراهيم في النار، ووضعوه في المنجنيق، ورموه في النار، مهمة ابراهيم في التبليغ لم تكن قد انتهت. لذلك الله سبحانه وتعالى اراد ان يحفظه اولا. لانه مهمة طويلة بعد ذلك كانت له. وثانيا اراد الله سبحانه وتعالى ان يري هؤلاء المشركين معجزة لابراهيم عليه السلام. يعني اولا ابراهيم تكلم معهم بالمنطق والعقل ان هذه الاصنام لا تصلح للعباده بعد ذلك الله سبحانه وتعالى اراد ان يتم حجته عليهم عبر المعجزه التي يرونها في ابراهيم فلذلك اراد ان يجعل النار بردا وسلاما يلقون ابراهيم في تلك النار ولا يحترق. الله سبحانه وتعالى هو مسبب الاسباب، وكل شيء بيده. هو قادر على ايجاد النتائج بدون اسباب، لكن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت ان يجعل الدنيا دار اسباب ومسببات ثم اتبع سببا. لذلك الله سبحانه وتعالى بنى هذا الكون على نظام الاسباب والمسببات. واحيانا حسب المصلحه الله سبحانه وتعالى بدون اسباب يعمل المسببات، ولكن غالبا ضمن هذه الدائره. وحتى في المعجزات ايضا الله سبحانه وتعالى في كثير من الاحيان جعل المعجزات ضمن نطاق الاسباب والمسببات، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على ان مثلا يفني سحر السحره مباشرة، لكن امر موسى ان يضرب بعصاه على الارض فتنقلب الى ثعبان فتأكل ما يلقفون، يعني ازال سحرهم عبر سبب والسبب اعجازي وذلك السبب هي عصا موسى عليه الصلاة والسلام. إذا الله سبحانه وتعالى حتى في المعجزات أو في كثير منها جعل الأسباب والمسببات. الآن يريدون أن يلقوا بإبراهيم في النار. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخمد النار. قادر على ان يجعل بدن ابراهيم بكيفيه لا تح لا يحترق بالنار ولا تؤثر فيه الحراره مباشره لكن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته ان تكون هذه المعجزه ايضا ضمن دائره اسباب فارسل بقميص من الجنه بواسطه جبرائيل حسب ما في هذا الحديث الشريف في هذا الحديث الشريف الله سبحانه وتعالى يعني يبين الحديث ان الله سبحانه وتعالى ارسل قميصا من الجنه وهذا القميص لبسه ابراهيم، وكان هذا القميص سببا لكون تلك النار بردا وسلاما، لان القميص من الجنه، والجنه دار السلام، وكل ما يرتبط بالجنه ومن الجنه فهو ايضا فيه السلام فسلامة ابراهيم من تلك النار كانت بواسطة هذا القميص يعني بعبارة أخرى أن هذا القميص سبب أن تصبح النار بردًا وسلامًا وهذا التسبيب من الله سبحانه وتعالى يعني النار موجودة تشتعل الحطب يشتعل لكن من خصوصيات هذا القميص أن سلب النار حرارتها وبدل ان النار تولد وتولد الحراره ولدت البروده عكس مقتضاها الطبيعي، من الذي جعل هذا المقتضى الطبيعي في النار في الاحراق؟ الله سبحانه وتعالى، الله سلب ذلك بواسطه ارسال ثوب من الجنه، صارت برد وسلام يعني مو برد شديد بحيث انه يرجف ابراهيم من البرد او يتجمد، لا الجنة لا فيها حرارة شديدة بحيث ان الانسان هناك مثلا يتاذى، ولا هناك زمهرير الذي هو البرد الشديد، فثوب الجنة كذلك سبب ان تكون النار بردا وسلاما على ابراهيم فخرج ابراهيم من النار وتمت الحجه على الكفره نمرود وجماعته، لكن لم يؤمنوا او لم يؤمن اكثرهم، تركوا ابراهيم، ابراهيم اتم الحجه عليهم دور من ادوار نبوته اداها فذهب الى فلسطين ثم الى مكه والقضايا المفصله، هسه الشاهد أن هذا القميص كان موجوداً مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن ولد له إسحاق عليه السلام، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذا الثوب في تميمة، التميمة شنو؟ هي عوذة عوذة تعلق على الأطفال عادة لئلا يصيبهم عين أو مرض أو ما إلى ذلك التعويذ إحنا عدنا في الشرع لكن التعويذ المشروع أكو بعض الأحيان تعويذات ليس لها أصل من الشرع إذا نسبت إلى الشرع فهذا لا يجوز لأنه تشريع أن تنسب شيئا إلى الشرع وليس هو منه لكن واحد يستعمل تعويذه بدون ان ترد من الشرع ولا ينسب ذلك الى الشرع فهذا لا حرمة فيه لكن لا اثر لذلك لان التعويذات تاثيرها اذا لم يكن في الجانب الطبي فيكون من الجانب الغيبي زين الجانب الغيبي التاثير انما يكون فيما جعله الله سبحانه وتعالى زين الله جعل التعويذه في شنو في القران الكريم الرسول صلى الله عليه وآله كان يعوذ ولديه الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام بسورة قل أعوذ برب الناس وبسورة قل أعوذ برب الفلق هذه تعويذة هذه تعويذة تعلق في تميمة تكتب مثلا آية أو سورة أو دعاء مثلا في تميمة في عوذة تعلق على مثلا جيد الأطفال او تشد على ايديهم فهذه تعويذه تؤثر باذن الله سبحانه وتعالى على كل حال ف ابراهيم جعل هذا الثوب في تميمه وعلقها او شد بها يد اسحاق زين كيف ثوب قميص هذه يجعل في تميمة والتميمة عادة صغيرة العوذة صغيرة فلعل ذلك من خصوصيات هذا الثوب هذا ثوب من الجنة وموازين عالم الآخرة يختلف عن موازين الدنيا في موازين عالم الدنيا ثوب في حجم لعل ثياب الجنة لا حجم لها أو لعلها كانت رقيقة جداً بحيث امكن طيها بحيث تصبح صغيره جدا بحيث لها القابليه في ان تجعل في تميمه فاسحاق هذه التميمه كانت معلقه عليه. بعد ذلك حينما اسحاق ولد له يعقوب عليه السلام اسحاق علق هذه التميمه على يعقوب فلما ولد ليعقوب يوسف علق يعقوب هذه التميمه على يوسف وهذه التميمه التي فيها الثوب الذي انزله الله سبحانه وتعالى بواسطه جبرائيل على ابراهيم هذه كانت موجوده مع يوسف والله سبحانه وتعالى جعلها وسيله لحفظ يوسف قضايا مختلفه مرت به في البئر بعد ذلك بيع كأنه عبد ثم أدخل السجن ثم بعد ذلك أخرج من السجن إلى أن أصبح عزيز مصر هذه فترات طويلة وأخطار كثيرة مرت على يوسف عليه السلام فلما ابيضت عينا يعقوب وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فلما بيضت عيناه واراد الله سبحانه وتعالى شفاء يعقوب كيف شفاه الله سبحانه وتعالى بواسطه هذا الثوب زين فيوسف عليه السلام حينما اراد ارسال هذا الثوب بواسطه اخوه الاكبر بواسطه اخيه الاكبر الى يعقوب نشر هذا الثوب يعني فتح التميمه واخرج هذا الثوب. فلما اخرج هذا الثوب انتشر ريح هذا الثوب العطر الذي فيه. فمن مسافه ايام بين مصر وبين كنعان مقر يعقوب مسافه 19 يوم او 20 يوم في السير العادي حسب ما يبدو من بعض الروايات. فشعر بتلك الرائحه وقال لهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون طبعا الاخ الاكبر لاوي قطع هذه المسافه بسرعه يعني كل منزلين من التسعه عشر او العشرين منزل كل منزلين قطعه في يوم واحد يعني خلال عشره ايام او اقل اوصل هذا الثوب الى يعقوب فألقاه على وجهه فارتد بصيرا. الله سبحانه وتعالى جعل هذا القميص وسيلة لبرد نار ابراهيم لحفظ اسحاق، لحفظ يعقوب، لحفظ يوسف لارجاع البصر يرتد بصيرة إلى يعقوب الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا الشيء. واحد يجي يستشكل يقول هذا الشرك بالله، كلا الله سبحانه وتعالى جعله. يعني قصه يوسف هذه رد قراني على الذين يتهمون المسلمين بالشرك حينما يعملون بالادله الشرعيه. يقول انت شلون تطلب من غير الله سبحانه وتعالى زين اذا الله هو الذي امرني بان اطلب من غيره. في قصة يوسف أولاد يوسف أرادوا أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى ما ذهبوا مباشرة إلى مسجد وقالوا يا الله اغفر لنا مع أنه كان يمكن لهم ذلك ذهبوا إلى أبيهم النبي وقالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين الله سبحانه وتعالى جعل يعقوب واسطة في غفران ذنوبهم حينما يستغفر الله يستجيب له في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أنهم إظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً. لم يقل ولو أنهم إظلموا أنفسهم ذهبوا للمسجد مباشرة ورفعوا أيديهم وقالوا: يا الله اغفر لنا. مع أنه يمكنهم ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى جعل نبيه واسطة في الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة في هدايتهم، رحمة في قضاء حوائجهم، رحمة في استجابة دعائهم، يكون واسطة بين الله وبينهم. وآثار الأنبياء، هذا قميص يوسف. الاحتفاظ بهذا القميص لم يكن شركًا، مع أن إبراهيم قد مات، إسحاق احتفظ به، مع أن إسحاق مات، يعقوب احتفظ به. ثم بعد ذلك يوسف أرسله إلى أبيه ليك لكي يأتي بصيرة مع أنه نبي من أنبياء الله كان قادرا أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي بصره والله قادر على أن يشفي بصره بدون هذه الواسطة لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القميص وسيلة الله جعله احتفاظ آثار الصالحين هذا بحث مفصل الله سبحانه وتعالى يقول: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، مقام ابراهيم شنو هو؟ حجر اسلوهم، هاي ما كانت آيه في القرآن، هؤلاء التكفيريون الذين يكفرون المسلمين كانوا يقولون هذا شرك، شرك لانه اثر قدم ابراهيم، حجر فيه قدم ابراهيم حينما كان يبني الكعبه. الله يقول: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى عندما تريد ان تصلي لله سبحانه وتعالى. في صلاة الطواف اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، مقام ابراهيم شنو؟ هو حجر. وعليه اثر قدم ابراهيم على نبينا واله وعليه الصلاة والسلام. اذا هذا هذه قصة هذا قميص يوسف بشكل مختصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول هذا القميص موجود عندنا هذا من مواريث الأنبياء يعني من بعد يوسف انتقل من نبي إلى وصي إلى نبي وهكذا إلى أن وصل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ومنه إلى أمير المؤمنين عليٍّ ومنه إلى سائر الأئمة واحدا بعد الآخر إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول للراوي: أتدري ما كان قميص يوسف عليه السلام؟ قلت لا. قال: إن إبراهيم عليه السلام لما أوقدت له النار اتاه جبرائيل عليه السلام بثوب من ثياب الجنه فالبسه اياه هذا الثوب جعله على جسمه فلم يضره معه حر ولا برد لانه الايه تقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما فهذا القميص كان له التاثير باذن الله باراده الله ان هذه النار تتحول الى برد وسلام فلما حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة عوذة وإنما تسمى تميمة من التمام لأن فيها تمام الشفاء المريض عندما يتمرض مثلا يستعمل الأدوية هذه التميمة تتميم للشفاء لذا سميت تميمة حضر, حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة وعلقه على إسحاق وعلقه اسحاق على يعقوب فلما ولد يوسف عليه السلام علقه عليه في ابراهيم يجعله على اسحاق واسحاق نبي واسحاق يجعله على يعقوب على على يعقوب ويعقوب نبي ويعقوب يجعله على يوسف ويوسف نبي ومن هذا نعلم انه لماذا لم يعلقه على اسماعيل مع ان اسماعيل هو الاكبر والافضل لأن إسماعيل لم يكن في ذريته أنبياء إلا محمد صلى الله عليه وآله، يعني من إسماعيل إلى محمد كم ألف سنة لا ندري، لم يكن فيهم أنبياء. وإنما من ولده محمد صلى الله عليه وآله هو النبي، ففاصلة طويلة. فمن إسماعيل ما وصل إلى أولاده لأنهم لم يكونوا أنبياء. لكن من إسحاق إلى أولاده كانوا أنبياء. فالله سبحانه وتعالى هذه التميمه اراد ان هذه هذا الثوب اراد ان تتوارثه الانبياء. فلما ولد يوسف علقه عليه فكان في عضده يعني في يده حتى كان من امره ما كان القوه في البئر في الجوب ثم بيع في مصر وفي منزل عزيز مصر الى اخر القصه المعروفه. فلما أخرجه يوسف بمصر من التميمة هذا كان موجود في العوذة إلى اليوم الذي أراد أن يرسل هذا الثوب إلى أبيه يعقوب فلما أخرجه يوسف بمصر من التميمة وجد يعقوب ريحة وهو قوله سبحانه وتعالى ينقل عن يعقوب إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تفندون يعني تنسبون الى الفند، الفند يعني ضعف الرأي او العقل بسبب كبر السن، احيانا الانسان عندما يكبر يصاب بمرض يسمى الآن الزهايمر او الزهايمير هذا المرض يسبب ضعف العقل او ضعف الرأي واسمه الفصيح الخرف، قال اني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون يعني انتم لعلكم لا تشعرون ما أشعر به، فتنسبوني إلى ضعف العقل، لكن ليس كذلك، في الحقيقة هذا الثوب فاحت ريح ريحته وأنا أعلم أن هذا الثوب هو نفس الثوب الذي كان عندي، فهو ذلك القميص الذي أنزله الله من الجنة، زين الراوي يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: قلت جُعلت فداك فإلى من صار ذلك القميص لأن الإمام بيّن من إبراهيم إلى إسحاق إلى يعقوب إلى يوسف زين بعد يوسف وصل إلى من قال إلى أهله الأهل من هم أهل ذلك القميص الذين لهم القابلية لأن يكون ذلك القميص معهم يعني الأنبياء وأوصيائهم من بعد يوسف انتقل إلى الأنبياء وأوصيائهم واحدا بعد آخر هسه بين يوسف وبين النبي محمد صلى الله عليه واله، كم وصي وكم نبي بالعشرات بالمئات بالالوف لا نعلم، هذا مقدار انتقال هذا القميص بين هؤلاء وكذلك سائر مواريث النبوه، لكن بالنتيجه هذا وصل الى الرسول محمد صلى الله عليه واله، ثم قال كل نبي ورث علما او ورث علما او غيره المقصود من غير العلم يعني مواريث الأنبياء ليس الأموال الشخصية الأموال الشخصية تصل إلى ورثتهم كما في آيات كثيرة وورث سليمان داوود فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب أموال الأنبياء تصل إلى ورثتهم كسائر الناس لكن مواريث الأنبياء ليست ملكا لهم لكي تنتقل إلى ورثتهم أبنائهم مثلا، لا هذه تصل إلى الأنبياء من بعدهم أو الأوصياء من بعدهم، سواء كانوا من أبنائهم أو لم يكونوا من أبنائهم. ثم قال كل نبي ورث علما أو غيره أو ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى آل محمد صلى الله عليه وآله، يعني انتقل إلى محمد وآل محمد. لأن عندما تقول آل محمد يشمل الرسول صلى الله عليه وآله عندما نقول آل فلان يعني فلان وآله فهذا وصل إلى الرسول ومن الرسول إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله وعليهم الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما ومعرفة بهم هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين